الناس للأسف بتتصور إن طالما طلعت معاش مش هتتحاسب على أي مخالفة عملتها وهي في الخدمة. اللي احنا فيه ده كله تحت راسها. ما كنتش عارفة إنك خفيف قوي كده. مش لاقية غير جميلة العلف وتكلميها. ماما على الله بس تعرفي تجيبي جون المرة دي. تاكل فراولة؟ انت الكلام معاكي يقل ديما. هتهربي فين؟ أنا مش عايزة تأذي. أنا عمري ما عملت حاجة غلط في حياتي. واللي جميلة بتعمله هتدفع ثمنه غالي جدا. وأنا لما بحط حد في دماغي بدوس عليه. شفت المصيبة اللي احنا فيها؟ أنا ابتديت مشوار وهكمله للآخر. جميلة يوميا السادسة والربع مساء في رمضان على قناة مصر الأولى.